المدينة المحبة للمسيح المطيعة لنواميسه المحية لأبيها لم تستطع احتمال اليرثي. بل جمعت جمعا وتشاوروا لكي يطلبوا لهم أبا. فأسرعوا باجتهاد وفحصوا وطلبوا أن يجدوا لهم راعيا ليرعاهم في سيرة حسن. القديم الكامل من هنا بس ثيودور القبص الراهب الذي من دير الأب أنطونيوس بالبحر الأحمر. وذا قد أرسلته إليكم مع القصوص والإكليروس المحبين للمسيح. ومعه كتاب تكريسي كمثل ما سألتم أن يصير لكم أسقفا. ورعينا عليكم ومدبل للكنائس المقدسة لأن الكريس والشعب قد شهد لهم. لكي يصير عوضا عن أبينا ويذكروا إبراهام ويذكروه في صلواته. وهوذا نحن الآن قد قبلنا سؤالكم لما نذرنا تعبكم فلم نشأ أن نردكم. أيها الشعب المحب للمسيح لما سألتم حضوره في الوصل فيجب عليكم أيها الأحباء المحبوبون أن تطلبوا وتسألوا بقوة عظيمة من كل المجتمع لكي تأتي عليه عطية الروح القدس التي للنعمة السمائية. بقولنا كلنا مع جميع الشعب يا رب ارحم. أيها رب إلى القوة الذي أتى بنا إلى نصيب هذه الخدمة الذي يقيم عقول البشر فاحص القلوب والكلى استجب لنا بكثرة رافاتك ونقنا من كل أدناس الجسد والروح. مزق سحابة خطايانا وأسامنا مثل الضباب. املانا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل روحك القدوس ولنكن كفئا لهذه الخدمة التي لهذا العهد الجديد لكي نستطيع باستحقاق أن نرفع اسمك القدوس ونقف لخدمة أسرارك المقدسة. لا تدعنا نشترك في خطايا آخرين بل امحو خطايانا وامنحنا يا سيدنا ألا نسلك طرقا معوجة بل هب لنا معرفة لكي ننطق بما يليق ونقترب إليك. اقبل إليك رئاسة الكهنوت الكاملة التي لعبدك الواقفة هنا ينتظر مواهبك السمائية لأنك صالح وكثير الرحمة لكل طالبيك وسلطانك قوي مع ابنك الوحيد والروح القدس. قل كلنا طالبين إليك بحرقة يا رب ارحم.
الكل إلى أبانا نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم أجل سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية وخلاص الشعوب نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم الحياة والعز والخلاص الذي لأبينا أنبت غضروس السنة البطريرك رئيس الأساقفة مع بقية الأساقفة الأرثوذكسيين والإكليروس والشعب المحب للمسيح نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم اغفران خطايانا وأثامنا ونجاتنا من الشدائد والضيقات والتجارب وقيام الأعداء نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وافتخذ العالم بالرحمة والتحنن اشيسي مبتاب نخلصيانوس هيدقوم ام في استغدس ام افتنخو وامحو أثامنا وقوم أعمل أيدينا واسمع طلبة شعبك بشفاعة سيدتنا وديت لله العذراء القديسة مريم وصلاة أبينا الطوبى ومرقس الرسول ومصاف قديسيك ليقيم يا رب اسمعنا نحن الطالبين إليك لأن الرحمة هي من قبلها يا رب ارحم أسألك يا رب أن تغفر أثامنا وزلاتنا التي عملنا بإرادتنا والتي عملنا بغير إرادتنا اقبل تضرعنا منا وارسل علينا مراحمك ورافاتك لأننا كلنا طالبون الرحمة من قبلك نسألك أن ترسل روحك القدوس على هذا المختار خديمك القمص أدور الأنطوني هذا الذي من أجله كان هذا السؤال إليك أيها الرب إله المجد نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا جري ليسون 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 Kriyeleison, kriyeleison, kriyeleison. 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 الآباء المطارنة والأساقفة ارفعوا أيديكم إلى فوق أيها السيد ضابط الكل رب الجميع أبو الرافات وإلى كل عزاء أنت حافظ الراعي والراعي القطيع أنت العلة أنت القوة المعينة أنت المعين والطبيب أنت المنجي والسور والثبات رجاؤنا وملجأنا النعمة والارتقاء والانتظار والحياة والقيامة وعندك الصلاح والخلاص الكائن لنا كلنا وإلى الأبد
أنت أتوحد كل أحد. قونا واحرسنا واحفظنا واسترنا ونجنا، لأنك أنت رئيس الرؤساء ورب الأرباب سيد السادة وملك الملوك. أنت الذي ابتدى أن يعطي السلطان لمن سبقت أن تجلسه وأنعمت عليه أن يربط ويحل بما ينبغي. أنت أعطيته الحكمة مثل الأرغن من قبل كنيستك هذه التي لمسيحك، التي حفظتها مثل عروس حسنة، لأنك أنت الله الكلي القوة الضابط الكل. لك الملك والقوة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. خلاص العاجزين تأتي على الذين اجتمعوا بالتدبير في جميع الكنائس المقدسة. هي الآن تأتي على ثيودور خديم الله القمص الراهب الذي من دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ليكون أسقفا للمدينة المحبة للمسيح لكرسي أورشليم والشرق الأدنى، عوضا عن المتنيح نيافة الأنبا إبراهام. الذي تنيح نقل الرب لتاركا لنا تذكاره الصالح، فأطلبوا أنتم كلكم وصلوا إلى الرب أيها المجتمعون، لكي تأتي عليه نعمة الروح القدس بقولنا وكل الشعب أجمعين يا رب ارحم. نعم يا رب احفظوا أهلا لدعوتك الكهنوتية، لكي باستحقاق يستحق بمحبتك للبشر أن يخدم اسمك ومذبحك الطاهر ويرعى شعبك بالطهارة والعدل، ويفوز بنصيب الصديقين برافة ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. حسناً قفوا برعدة، قفوا بهدوء، قفوا بتواضع، قفوا بمخافة، صلوا معنا كلكم أيها الآباء الأساقفة المجتمعون، وارفعوا أيديكم أيها الكائن السيد الأب لله طابت كل أبوابنا والآن مخلصنا يسوع المسيح الواحد وحده الذي لم يولد الذي لا بداية له الذي لا يملك عليه الكائن في كل حين الأزلي قبل الظهور الذي بلا نهاية العلي وحده الحكيم وحده الصالح وحده غير المرء بجوهره غير المبتدأ الذي عنده المعرفة غير المحصور، عارف الخطايا وعارف الخفايا وعالم كل الأشياء قبل كونها، الساكن في العلى الذي ينظر إلى المتواضعين، الذي وضع الحدود الكنسية بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا وروح القدس، الذي رسم الكهنة من قبل ليكون لشعبه الذي لم يترك موضع المقدس بغير خدمة، الذي سر بأن يتمجد من أصفيائه. أنت أيضا الآن أفد روحك صلت الذي وهبته لرسلك الأطهار، امنح هذه النعمة بعينها لعبدك سيدور هذا الذي اخترته،
اسقفان ليرعى قطيعك المقدس ويصير لك خديما بغير لوم ويتضرع إلى صلاحك نهارا وليلا وبجميع عدد الذين يخلصون ويقدم القرابين في الكنائس المقدسة. نعم أيها الآب الضابط الكل امنحهم من قبل مسيحك لوحدانية روحك القدوس ليكون له السلطان أن يغفر خطايا قاسية ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. ويجعل الكليروس بأمره في موقف الكهنة. ويحل كل الوثقات الكنسية ويجعل بيوت الجدد كنائس. ويجعل البيوت الجدد كنائس ويقدس المذابح. ويكون نصيبا بالدعوة تواضع القلب. ليقدم لك بغير عيب وغير لوم ذبائح مقدسة بغير سلطان دام الذي هو سر العهد الجديد رائحة بخور من الرب نطلب تفضل. ليصير مرشدا للعميان وضياء للذين في الظلام ومعلما للجهال ومنيرا في العالم يقطع بكلمة الحق ويتشبه بالراعي الحقيقي ويبذل نفسه عن خرافه ليكون بهذا يهيئ النفوس التي اؤتمن عليها ويكون هو أيضا مستعدا لعمل إرادتك المقدسة ويجد السبيل أن يقف بدلة أمام منبرك المخوف ينتظر الأجر الكبير الذي أعددته للذين جاهدوا في بشرى الإنجيل. أنا أيضا يا رب طهرني من كل خطية غريبة أعتقني من خطاياي بواسطة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك معه مع الروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل آوان ولا ظهر الظهور آمين. انظر يا رب علينا وعلى خدمتنا ونقينا من كل دنس ارسل من العلوم. نعمة رئاسة الكهنوت على عبدك سيدور الأنتوني لكي بمسرتك يرضي يرى شعبك بغير ميل ويقيم كنيستك لأنك أنت بمسرتك لم تزل رحيما وأريك بك من جهة الكل الكرامة والسجود أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد أمين. ندعوك في كنيسة الله المقدسة أمين. ندعوك يا أنطونيوس أسقفا على المدينة المحبة للمسيح أورشليم وإبرشية الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وما لها من القرى والمدن والدول خنفران مبيوت نشيرين باب نف مايس أواب أنوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيبان تكراتور آمين.
ندعوك يا أنطونيوس أسقفا على المدينة المحبة للمسيح أورشليم وإبرشية الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وما لها من القرى والمدن والدول إفز ماروت إنجبف مونوجانيس إنشيري إيسوس بخريسوس بين شوي دعوناك يا أنطونيوس أسقفا على المدينة المحبة للمسيح أورشليم وإبرشية الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وما لها من القرى والمدن والدول إفز ماروت إنجيب ابن فمايس أواب إمبارك ليتو الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. Yeah.
سيد الجامع الكنيسة المسؤولية. هذه الكائنة من أقطار البسكونة إلى أقطارها. نطلب إلى الرب قائلين يا رب ارحم. يا رب ارحم. اطلبوا من أجل رحمة وسلامة أنفسنا قائلين يا رب ارحم. اطلبوا من أجل أبينا القديس المكرم من الله. رئيس الأساقف الأنبا تودروث الثاني. نصرخ إلى الرب من أجله قائلين يا رب ارحم. اطلبوا لكي يأتي الروح القدس على هذا المختار. وضع اليد التي في الوسط. صلوا للإله الممجد بحرقة. يا رب ارحم. صلوا لكي يجعلنا الله أهلا للدعوة العلوية. نطلب نحن كل المجتمعين وغير المجتمعين معا. يا رب ارحم. إيريني باسي نعمتي صوت. نشكرك أيها السيد رب الإله ضابط الكل من أجل كل شيء ونسبح ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت معنا عظائم وأفضت موهبتك ذات الغنى على عبدك هذا. نسأل ونتضرع إليك أيها السيد اسمعنا بكثرة رأفاتك وسر بتكريس رئاسة الكهنوت التي صارت على عبدك أنطونيوس البار بحلول روحك القدوس عليه. وقوم دعوة اختياره بالطهارة وقومنا معه للصلاح لكي نعمل وننال ربح الوزنة ونأخذ مع كل من يعمل إرادتك من البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم في ظهور ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي يليق بك معه المجد والكرامة والعزة والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور آمين. الحبيب المبارك هذه الدرجة التي هي الأسقفية درجة عظيمة كبيرة عظيمة ومرتبة جليلة وهي رعاية شعب الله وقطيعه المقدس الذين اشتراهم بدمه الطاهر الزكي ورياسة الكهنوت ودرجاتها وتقدماتها. وقد جعلك الله أمين على كنيسته ونفوس شعبه وجماعته يجب عليك فيجب عليك أن تعرف قدر هذه النعمة وتواصل شكر واهبها وتقوم بفرضها وواجبها. كن متواضعا هادئا باشا رحوما صاحب سلام ومحبة. افتقد شعبك ورعه في المراعي الخصبة. أي بالتعليم الإلهي الروحي لا تقلق ولا تجعل الغضب يتمكن منك ولا تسكر ولا تتعالى ولا تكن محبا للمال بل كن محبا للأرامل والأيتام والغرباء وافتقدهم وواسيهم. احكم بالحق انك واقفا امام الله واياك والمحاباه. اصبر من يخطئ وعلمه ببشاشه. اقبل التائب ومن يزل لا تدعه يهلك. احمل ما امكنك من خطايا الناس على نفسك مثل السيد المسيح الذي مات عن الكل. عد الخراف واسال عن الضال. لا تكن متوانيا في تعليم شعبك. لا تكن كثير النفقة ولا تنشغل بملذات العالم.
ولا تهتم بالأطعمة المختارة، لا تأخذ رشوة لكي توقر من يخطئ، فإن الرشوة تعمي أعين الحكماء. إياك أن تأخذ سيمونية على سيامة كاهن أو غيره، لا تفرط في مال الرب ولا تتصرف فيه كمن له، بل خذ منه بقدر الكفاف وكن فيه وكيلا أمينا عالما أن الله سيحاسبك عنهم. اعطي الأيتام والأرامل والمحتاجين والمتضايقين. لا تدفع هواك في شيء من أمورك لكي تنال الطوب وتسمع الصوت الفرح القائل دعما أيها العبد الصالح والأمين. الله له المجد، يوفقك ويسعدك وينجح مقصدك ويخلص نفسك ويخلص نفسي المسكينة البائسة بشفاعة السيدة العذراء الطاهرة وجميع الأبرار القديسين. أمين. نشكر إلهنا الصالح الذي أعطانا هذه النعمة بإقامة نيافة الأنبا أنطونيوس أسقفاً للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى. نشكر محبة وحضور جناب سعادة سفير فلسطين السيد جمال الشبكي. نشكر محبة وحضور جناب سعادة سفير سوريا دكتور رياض السميح. نشكر أيضا محبة وحضور الوزير المفوض قيس شقير نائبا عن سفير الأردن. نشكر كل حضور الأحباء من الكنائس المسيحية، ونشكر أيضا أعضاء مجلس الشعب الأستاذ هاني نجيب والأستاذ ثروت بخيت عيسى. بعد الانتهاء من إقامة الأسقف الجديد سنبدأ في ترقية الأباء المطارنة الأباء الأساقفة السبعة لرتبة المطرانية. هناخد بس صورة تذكارية.